فيما يخص كارلوس كيروش بعدم تعاونه مع الجهاز المعاون، خصوصا كابتن ضياء السيد ما شفناهوش في لقطات كتيره اثناء المباراه، وهناك خلاف ما بينه وما بين محمد شوقي بيقلل بيحاول يقلل من اهميه محمد شوقي او وجوده، اسكت ومش اسكت وكلام من هذا القبيل. رايك في هذا الامر ايه يا بحاجة؟ بص يا كابتن، اللي يشوف تاريخ كارلوس كيروش التدريبي هيعرف كويس جدا ان هو تملي في مرحله صدام مع الجهاز المعاون معاه. الكلام ده كان موجود في منتخب ايران، وكان اكتر في هو تقريبا مسك ثلاث فترات، كان كل مره في جهاز المعاون بتاعه بيمشي. وعلى فكره هو يعني لا يعتمد الا على روجر ديسا المساعد بتاعه وجهاز المعاون بالكامل باستثناء كابتن وائل جمعه، لان كابتن وائل شغله اداري اكتر، هو لا يتعامل مع جهاز المعاون اصلا. يعني الكلام اللي بيتقال هو دلوقتي في حاول يقول لك مثلا اصل في حد من الجهاز المعاون بيطلع التشكيل، اصل في حد من الجهاز المعاون بيتكلم عن اسرار الفريق. فهو حتى كابتن محمد شوقي بيظهر معاه في المشهد، هو يعني مش واخد استراحات كامله، استراحات كامله في التمرين للمساعد بتاع روجر ديسا فقط لا غير. وهو تملي عنده بيحب حته المدرب يا كابتن اللي هو بيعشق الشو شويه، بيحب يكون حواليه هاله. يعني امبارح مثلا الناس كلها بتتكلم عن الخروج وازاي الخروج، النهارده راح مفاجئنا مثلا مطلع القائمه ال 40 لاعب. القائمه دي مبعوته مثلا من اكتر من اسبوع او 10 ايام، طب انت مطلعها النهارده ليه؟ عشان الناس تسكت عن موضوع اللي حصل في بطوله كاس العرب. وانا لو تسمح لي يا كابتن ليا وجهه نظر في موضوع كاس العرب، انا مش فاهم احنا ليه رحنا اصلا. يعني انا اتفهم ان البطوله المشاركه فيها هدفها دعم العلاقات الاخويه بين الشباب العربي، لو المنتخبات كلها راحت ب يعني التيم الاقرب للشكل، لكن معظم المنتخبات رايحه بالمحليين واللي مطعم بلاعب او اتنين. فانا مش فاهم احنا رحنا، لو احنا ما رحنا بالمنتخب الاولمبي وكنا من بدري اتكلمنا راح المنتخب الاولمبي كابتن شوقي غريب بالفرقه بتاعته وكنا كملنا الدوري وكنا كسبنا كل حاجه، لكن احنا رحنا قال لك بنعد وبنطلع لعيبه. طيب حسين فيصل اول واحد اللي بنقول عليه من ضمن مكاسب البطوله، انت استبعدته من قائمه ال 40 لاعب، يعني حتى مش قائمه ال 28، ده قائمه كامله. وحتى المجموعه اللي هو بيتكلم فيهم انا بقول لك هو من دلوقتي وهنتقابل ان شاء الله ربنا يضحي طول العمر ويدينا، لما يعلن عن ال 28 اسم ده اذا استمر، يعني رغم ان واثق انه هيستمر، هيكون من ضمن مش من ضمنهم مجموعه اللاعب مروان داوود والمجموعه اللعيبه اللي هو اللي بيقول عليها مكاسب البطوله. فانا مش فاهم احنا رحنا البطوله ليه؟ يعني مشاكل واضحه جدا بينه من الجهاز المعاون، مفيش اي مكسب من البطوله بصراحه. يمكن الحاجه الوحيده اللي ضايقتني انا كشخص، بس على الجانب الاخر برضو لم نجد اي تصريح من الكابتن ضياء او من الكابتن شوقي او من كابتن عصام فيما يخص ان هو هناك اختلافات او خلافات. يعني لو عندهم مشكله ما بيقولوش ليه، فهو يعني ولم يكن هناك تصريح ينفي، ولم يكن هناك تصريح ينفي. هي مش واضحه، هي مش واضحه يا كابتن. مش واضحه ان هو بيتعامل مع محمد شوقي وروجر ديسا، مع كابتن محمد شوقي وروجر ديسا، وضياء السيد مش موجود، كابتن ضياء السيد مش موجود. دي واضحه جدا في كل بص بعينك في كل الكادرات اللي بتيجي. خد بالك الكادرات دي، ما في كادرات ما بتجيش. لا اوكي، بس دي كادراتك يا استاذ سليمان. انت ما طلعتوش مره واحده الكاميرا ما تجيبوش غير فاكر المباراه يا استاذ محمد. دي كادرات مخرجين، ناس اللي هم بتوع البطوله قطريين او اوروبيين، يعني مش مصريين. يعني انا مش بتعمد اجيبها، ده واحد حاجه. لا مش بتعمد، انا اقصد اقول لك ان هو الكادر ده بيجي مره مرتين في الماتش. لا الماتش بتاع خمس ست كادرات، بتتكلم في كام ماتش؟ في كام ماتش؟ في كام ماتش يا كابتن؟ في كام ماتش؟ كم ماتش؟ في اربع خمس ماتشات. خمس ماتشات، انت عندك خمس تغييرات، في التغييرات دول كلهم في كل لقطه بتيجي الصوره قبلها وبعدها، مفيش مشهد واحد كابتن ضياء السيد موجود معاه. وكابتن محمد شوقي اعتقد وجهه نظري عشان مفيش مترجم. بالمناسبه انا برضو مندهش ازاي مفيش مترجم يسافر مع كارلوس كيروش. طب وازاي مترجم؟ طب هو كابتن ضياء ما عندوش لغه؟ على فكره عنده لغه كويس جدا يعني. لا هو يعني مش اللغه هي السبب يعني. اكيد طبعا هو بيعتمد على كابتن محمد شوقي عشان يوصل للاعيبه، لكن انا وجهه نظري كابتن وائل جمعه وروجر ديسا هما الاثنين مهمين مفيش غيرهم في جهاز كارلوس كيروش، وهو ما بيعتمدش على الباقي الا حاجات بسيطه جدا. دي وجهه نظري انا، مش عايز